Когда балера Александр Бастрыкин на Натайж Уля ли амалет сахриб аль-муртакиб аля джиссар аль-Кырм. Аль-маалумат аль-аввалия тадулла аля-на хадал инфиджар амал ирхаби هدف إلى تخريب منشأ مدني للبنى التحتية البالغة الأهمية ومنفذ من قبل المخابرات الأوكرانية. نظام كييف منذ بعيد تمارس أعمال إرهابية مثل اغتيال صحفيين وعلماء سواء كان على في الأراضي الروسية أو الأوكرانية وقصف منطقة دونباس. هناك نرى الإرهاب الفعال بالصواريخ على محطة زاباروجيا الذرية، ونرى ثلاث محاولات للأعمال التخريبية ضد محطة كورسك الذرية. ونتيجة للعمل الإرهابي الثالث تم تخريب ثلاثة خطوط لنقل الكهرباء عالية الجهد، وهناك عدد كبير من الأعمال الإرهابية الأخرى الموجهة ضد منشآت البنى التحتية، بما في ذلك محاولات التفجير في خط الأنابيب السيل التركي حتى هنالك. وذلك حصلنا على هذه المعلومات نتيجة لاستجوابات العملاء المحتجزين الذين حاولوا تنفيذ هذه الأعمال. ونعرف العمل التخريبي على خطوط الغاز في البحر البلطيق، ونعرف جيدا من الذي طلب هذه الأعمال، ولا يمكن السكون. واليوم نتيجة لاقتراحات الواردة من وزارة الدفاع الروسية تم توجيه الضربات بمختلف أنواع الأسلحة إلى مدن وأهداف عسكرية ومنشآت البنى التحتية الأوكرانية. وإذا استمرت أعمال الإرهاب من قبل أوكرانيا في الأراضي الروسية سيكون ردنا أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يشك أحد في فعالية ووكالة